رانا نجيبو تقريب 100,000 حتى 120,000 طن تاع موز في الجزائر كل عام، ويسقى منا رانا قريب في 200 مليون دولار. يعني في الحقيقة شيء اللي ما نقدروش نتخيلوه بزاف. ولهذا خلينا من التجربات نقعدوا في التجربات. الجزائر قلنا في الساحل، في الشريط الساحلي في الجزائر الموز يجي يعني بصفة مدهشة، ونجم نقول مام في حاجة الجودة، في حاجة الذوق، في حاجة الكمية، لو فوليوم دو لا كونتيتي خير من بلادو. علاه؟ باسكو راهنا عاطينو واحد المناخ سبيسيال حنا نتحكمو فيه. والانتاج هنا في الجزائر سي تري بوسيبل، هو مقدور عليه يعني باش نلحقوا الانتاج هنا، باش نلحقوا الانتاج الاكتفاء الذاتي هنا في الجزائر. لانه هنا في الجزائر كيف في طول الساحل، في طول الساحل الجزائري على بعد ابري 15 حتى 20 كيلومتر نقدر نديروا انتاج تاع الموز داخل بيوت البلاستيكيه. علاش داخل البيوت البلاستيكيه؟ باش نكريو ميكرو كليما للانتاج للموز، وانت توفر له درجه الحراره الملائمه ودرجه الرطوبه ونسبه الرطوبه اللي ينمو فيها الاشجار تاع الموز تاع البنان، ويعطونا انتاج يعني لاباس به، يعني لاباس به تقدر ديباسي ونقدر نفوتو الانتاج تاع البلد المحلي تاعو تاع البلد، لانه علاه راهو في راهو بيوت محميه وتوفر له كلش اللي عنده، يعني درجه كما قلنا درجه الحراره والرطوبه تاعو، وما من الماء تاعو نديرو نلصقو بالتقطير ونلحقو له الكمية تاع الماء اللي يحتاجها. عملية الإنتاج بعد ما نقوم بعملية الإنتاج، نقوم عملية نطيب ولا كونتيتي اللي انتجناها. أبخي تسويق، تسويق عندنا سوق الجملة، نديو يجي يدي لا كونتيتي اللي راح يبيعها. الحمد لله هي الكونتيتي اللي تبعدنا زبائن واحد اخرين اللي ندوهم. حنا شنو هو الهدف تاعنا من هاد الهدف تاعنا؟ انه نقضيو على استيراد، مادا بينا نصدروا لا كونتيتي، نصدروا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بيقدرنا، ونقوموا بتصدير كميه اكبر.